الحمد لله الواحد الديان الذي أقام الوزن بالقسط ولم يخسر الميزان، جعل الإخوة أقرب الأطاع إلى الإنسان. تعالى ربنا للسير على الطريق المستقيم، طريق الله الذي أحصى كل شيء عددا. ذكر رقم واحد في قوله: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. وذكر رقم اثنان في قوله: ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. وذكر العدد الثلاثة في قوله: وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وذكر العدد أربعة في قوله: قال فخذ أربعة من الطير. وذكر العدد خمسة ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. وذكر العدد ستة في قوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. وذكر العدد سبعة في قوله: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وذكر العدد ثمانية في قوله: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وذكر العدد تسعة في قوله: ولقد آتينا موسى تسع آيات. وذكر العدد عشرة في قوله: والفجر وليال عشر. القرآن كلام الله، لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. والآن مع القرآن والطالب محمد عربي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم.